ما رأيك شيخنا في من يقبل مقام إبراهيم؟ لا غلط، هذا غلط. مقام إبراهيم يصلى عنده فقط، ولا يتمسح به ولا يقبل، وإنما يصلى عنده فقط. قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف خرج وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم، جعله بينه وبين الكعبة، صلى خلفه وقرأ هذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.